سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة، وده خلال العام المالي 2021-2022. النتائج الأولية للموازنة، وأيضا وجه سيادته باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي وترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز في الفترة اللي جاية على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020-2021 إلى 6.1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 إلى 32.8%. كما تابع السيد الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه سيادته باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال من محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، واكد السيد الرئيس ان مصر لم ولن تدخر جهد في دعم الشقيقة ليبيا بهدف اجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل، مع البعد عن اي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة اوجه الدعم اللازم في هذا الصدد. القوات المسلحة استقبلت امبارح اللاعبة بسنت حميدة ابنة المؤسسة الرياضية العسكرية فور وصولها إلى أرض الوطن، وده عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بالجزائر وتحقيقها إنجاز تاريخي في رياضة ألعاب القوة بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو في زمن 11.1 ثانية، بالإضافة لكمان ذهبية سباق 200 متر عدو في زمن 22.47 ثانية كأول عداءة مصرية تحقق هذا الإنجاز. الحقيقة إن إحنا ما كانش عندنا كمصريين تفوق قبل كده في يعني ميداليات العدو على وجه التحديد، خصوصا المسافات القصيره زي اللي حققتها بسنت. الارقام دي ما كانتش موجوده عندنا، والمهم كمان انها كسرت الارقام القياسيه اللي كانت موجوده قبل كده. طبعا تابعنا كل ده على السوشيال ميديا والاحتفال الكبير ببسنت بس الواحد بيبقى مبسوط، يعني زي ما بتقول الاحتفال الكبير ببسنت الواحد بيبقى مبسوط لما يلاقي السوشيال ميديا بقى فيها حاجه ايجابيه، والسبب في الحاله الايجابيه دي المصريين، وتحديدا وخلينا نكون منصف كمان لما تبقى ست سيدة مصرية هي اللي تعمل الإنجاز ده. أنا عارف أنت يعني هتكوني يعني مش منحازة يعني، بس خليني أقولك بقى إن الست دي كان وراها راجل عظيم.
صحيح. مش كلام ولا شعارات، ده كلام بسنت، لان بسنت امبارح برضو عملت تويته على تويتر قالت فيها او كانت بتشكر فيها زوجها تحديدا، لان هو مدربها وهو الداعم الاول والاخير ليها، واللي دايما كان بيأزرها في كل صحيح. المواقف الصعبه وفتره اصابتها وازاي تخطت هذه الفتره الصعبه يعني تحديدا. كانت كمان داخله باصابه فعلا يا احمد قبل دوره الالعاب في البحر المتوسط، كان عندها اصابه وكانت بتتعالج بيها. بسنت كسرت يعني مقوله ثانيه كمان يا هدير، قالت لك يعني دايما بيقول لك وراء كل رجل عظيم امراه، هنا احنا شايفين وراء كل امراه رجل عظيم، وده مهم جدا ان الطرفين يكونوا بيدعموا بعض. وهي حتى كان ليها مشهد مؤثر جدا وهي خارجه من الملعب وهي بتروح له ويعني قبلت ايديه ومسكت ايديه بعد ما فازت، وهنا ضروري بقى المشاهد دي كانت مؤثره والناس كلها كانت بتتكلم عنها. هنا بقى ضروري اللي احنا بنتكلم فيه ان الزوج يبقى صاحب، يبقى اخ، يبقى اب، يبقى ام، عارفه فكره التكامل اللي موجود صحيح. ده. وخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا كمان، ان مش فكره الانجاز اللي اتحقق كمان وكسر رقم قياسي، مصر عمرها ما كانت بتخوض النوع ده تحديدا من سباقات العدو، يعني كان دايما المتصدر في الموضوع ده بنتكلم شمال افريقيا، بنتكلم صحيح. كينيا، ممكن نروح المغرب، تونس، عشان كده الصراحه اللي بسنت عملته يعني شيء يستحق التقدير من كل المصريين، والحقيقه ان الواحد بيكون سعيد والمصريين بقوا بيشوفوا ده اكتر يعني يبتدوا بقى يحطوه على مواقع التواصل الاجتماعي، لان الاخبار الايجابيه دي بتعمل جوانا نوع كبير من البهجه يعني. يعني بنبارك لبسنت طبعا وزوج بسنت. ونروح لخبر اخر، ان امبارح كان في مجموعه من الاخبار يمكن في الحقيقه المهمه، من اهم الاخبار دي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع، الاجتماع ده لمتابعه ملف الصادرات الزراعيه المصريه وجهود زيادتها خلال الفتره اللي جايه تحديدا مع الازمه الروسيه الاوكرانيه، وكمان صدور قرار من رئيس الوزراء بخصوص اجازه عيد الاضحى المبارك، كلها هتبدا من يوم السبت اللي جاي 9 يوليو وهتنتهي او تستمر حتى الخميس 14 يوليو. كل سنه طبعا وحضراتكم بالف خير يعني. وكمان امبارح قناة السويس أعلنت عن تحقيق أعلى إيرادات في تاريخها بسبعة مليار دولار، وأخبار تانية كتير هنعرفها من خلال التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية وجهود زيادتها خلال الفترة اللي جاية، وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الزراعية، وده بهدف تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية وكمان زيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية. امبارح برضو التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد مدبولي بالشراكة المتميزة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والتزام البنك بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. امبارح كمان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بخصوص أجازة عيد الأضحى المبارك، واللي هتبدأ من يوم السبت اللي جاي 9 يوليو وهتنتهي الخميس 14 يوليو، ودي أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام. برضه امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من تقريره ربع السنوي بعنوان الصادرات السلعية غير البترولية الربع الأول 2022. التقرير ده بيتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية. التقرير أشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 9.4 مليار دولار، وده مقابل 8.6 مليار دولار خلال الربع الرابع السنة اللي فاتت بنسبة ارتفاع 9.3%، لكن بالمقارنة بالربع الأول عام 2021 هنلاقي إن القيمة ارتفعت بنسبة 22.1%. نشر امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن انفوجرافات بتوضح استمرار الدولة في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي وكمان مشروع صكوك الإطعام، وده في إطار جهودها في توفير حياة كريمة للمواطنين.
التقرير بيشير إلى أنه مشروع صكوك الأضاحي أطلقته وزارة الأوقاف في 2015 لتعظيم الاستفادة من الأضحية، وبيتم من خلاله توزيع لحوم صكوك الأضاحي مرة واحدة في العام، وفي حوالي 5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من المشروع لحد دلوقتي. امبارح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021-2022 سجلت أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، وقال إن قناة السويس حققت أعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.32 مليار طن وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليار دولار، ودي أعلى أرقام سجلتها القناة في تاريخها. وزارة الداخلية نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لها، وأعلنت فيه عن جهودها على مستوى الجمهورية خلال شهر في مكافحة المخدرات. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ضربات تسهم في تكثيف منابع المخدرات وإحباط محاولات ترويجها. في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 6028 قضية في مجال مكافحة المخدرات، ضبط خلالها أكثر من 14.5 طن بنجو ونحو 2 طن من مخدر الحشيش وقرابة 180 كيلوغرام من مخدر الهيروين، إضافة إلى كمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت 375 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت أكثر من 305 كيلوغرام، كما تم إبادة أكثر من 203.5 فدان منزرعة بنبات القنب المخدر. كما نجحت في ضبط قرابة 53 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وأكثر من 35 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفودو وزنت أكثر من 20 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط 206,659 قرصا لعقار الكبتاجون و 220,639 قرص لعقار الترامادول و 110,937 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 680 مليون جنيه. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت 262 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 29 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة تؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة. ومن جهود وزارة الداخلية نروح لجولة المحافظات، لأن معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت بالأمس في المحافظات المختلفة. أبرز الأحداث دي توفير 9000 كرتونة غذائية مدعمة لأهلنا في كفر الشيخ، بالإضافة لتدشين حملة لتنظيف نهر النيل وزراعة 500 شجرة تحديدا 500 شجرة في أسوان، بالإضافة لأخبار تانية في مطروح وبني سويف وكمان المنوفية هنتابعها من خلال الجولة التالية.
محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتير، أبرزها توفير آلاف الكراتين الغذائية في كفر الشيخ بأسعار مخفضة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة غلاء الأسعار. وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إنه تم تجهيز 9000 كرتونة لطرحها على الأهالي بمراكز المحافظة ب 50 جنيه بدلاً من 101 جنيه بسعر الجملة. الكرتونة فيها 2 كيلو سكر و2 كيلو مكرونة وعلبة سمن 750 جرام وبرطمان صلصة. في المنوفية تم إصدار قرار بتشكيل لجنة مهمتها وضع الضوابط اللازمة بشأن عملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الوحدات المحلية المختصة ومديرية الأوقاف. اللجنة هتعمل على التأكد من عدم الذبح بكافة الشوارع والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وكمان هيتم تحصيل غرامة فورية للمخالف قيمتها 5000 جنيه حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر البيئي. في مطروح تم إجراء القرعة العلنية في مركز شباب مطروح بين 940 متقدم للحصول على 80 وحدة سكنية، وقامت طفلتين من أبناء المستحقين بسحب أسماء الفائزين بالقرعة، وكمان سحب أسماء 5 أشخاص في الاحتياطي من بين 940 مستحق. في بني سويف أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية مكونة من 6 عيادات في 6 تخصصات، وتم الكشف على 1135 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان، وكمان استصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة. في أسوان تم إطلاق حملة تنظيف لنهر النيل بمشاركة جهات مجتمعية ومدنية وشباب، وده بجانب إطلاق مبادرة التشجير بالأشجار المثمرة في الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات علشان تخفيف المعاناة على المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة. المبادرة بتستهدف زراعة 500 شجرة كمرحلة أولى، والمجتمع المدني هيقدم إهداء 2000 شجرة في المرحلة الثانية.